الكل متحمس للمشاركة في اليوم الرياضي، اليوم وفين رايحين؟ ماخذينكم معانا نشوف تجهيزات هذا اليوم. بالعافية، نعطي مشاركتكم في اليوم الكويتي الرياضي، وأيضا الغرية راح تكون موجودة إن شاء الله ومجهزة في منطقة النساء ومنطقة منطقة الشباب وممارسة الرياضة، وأيضا في منطقة الأطفال. كل هذا متوفر يوم السبت إن شاء الله في اليوم الكويت الرياضي، وأيضا وسائل النقل راح تكون موجودة ومتاحة في المنطقة الجنوبية إن شاء الله. نتمنى أن تشاركونا وتستمتعون في هذا الحدث. من بين الأماكن الموجودة عندنا منطقة الخاصة بالسيدات، تعالوا خلينا نشوف هذه المنطقة. واو، طبعا المكان مسكر وفيه خصوصية تامة لكل المشتركات اللي موجودين في اليوم الرياضي. مثل ما انتم شايفين هذه كل انواع اجهزة الريزيستنس اللي هي المقاومة اللي ممكن النساء هني يستمتعون ياخذون راحتهم فيها، والرجال لهم نصيب في الجهة المقابلة. حق الشباب في عندكم هذه المنطقة اللي موجودة فيها كل الاجهزة تتمارسون الرياضة فيها، حتى الكيك بوكسينج. حق كل الامهات اللي حاتون عيالهم وهم معاهم في السباق، ساحل كيدز اريا متوفره لكم.